بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. معكم المهندس محمد السيد، وراح أكون معكم خلال دورة متكاملة عن الـ Virtual System Control، وراح نستخدم الـ Git، وراح نتعلمها من الصفر إلى الاحتراف. في البداية أنا لازم أعرف ليش لازم أتعلم Virtual Control System. خلنا نعطي عدة أمثلة ونبدأ في أول مثال. محمد شغال على مشروع، قبل يومين عمل تعديل وغير جزئية في المشروع. اليوم محمد قاعد بيتست على المشروع، فاكتشف إنه التعديل اللي سواه قبل يومين سبب له مشاكل كثيرة. المشكلة هاي راح تكون سهلة إذا قدر محمد يرجع للكود قبل التعديل، بس المشكلة إنه محمد مش عامل هالطريقة. هأنه هو الملف التعديل، محمد بده يرجع للملف قبل التعديل، بس للأسف محمد مش شغال بهاي الطريقة. خلينا نشوف هسا الكيس الثاني. محمد شغال على مشروع تخرج، وقبل تسليم المشروع بيومين جهازه خرب، فكل المشروع اختفى من جهازه. شعور محمد في الحالة هاي كثير معصب، وكل ما يتذكر انه لازم يسلم المشروع خلال يومين، ترى الصورة هي توصف الحالة اللي فيها محمد. بس لو كان محمد كل يوم يخزن مشروعه، يعني بشكل أصح يسوي نسخ احتياطية من المشروع ورفعه على السيرفر، كان كل بساطة بيقدر يجيب آخر نسخة رفعها ويكمل على مشروعه. لكن محمد للأسف ما سوى هاي الطريقة. طيب تعال نشوف مع بعض الحالة الثالثة. عندنا شركة هون، وهي الشركة فيها تيم، والتيم متكون من 4 أشخاص، كلهم شغالين على نفس المشروع، يعني كلهم راح يكتبوا على نفس المشروع. طيب تمام، أكيد راح تسألني هسا أول سؤال، كيف الأربعة راح يشتغلوا على نفس المشروع بدون أي تعارف وبدون أي مشاكل؟ هون راح يجي فكرة الـ Virtual Control System. بعد طرح الثلاث حالات أتوقع صار عندك فهم للمشاكل اللي راح تواجهها. كلها حالة باستخدام الـ Virtual Control System، وأكيد طبعا راح نستخدم الـ Git. طبعا أي شركة حاب تشتغل فيها أنت لازم يكون عندك مهارة الـ Git، وفاهم كيف تتعامل مع الـ Git والـ GitHub. فيديو قادم راح نتعرف على الـ Git وطريقة عمله. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. يعطيكم العافية.